ومن بروكسل ينضم إلينا وسيم إبراهيم الكاتب الصحفي المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي. يعني حالة موقف الثلاث الدول من إصدار بيان أوروبي موحد لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كيف يؤثر ذلك على الأغلبية الأوروبية لهذا القرار؟ نعم، مساء الخير لك وللسيدات والسادة المشاهدين. في الحقيقة موقف هذه الدول يمكن أن يؤثر بالطبع، لأن أي قرار أو بيان باسم الاتحاد الأوروبي يفترض أن يخرج بإجماع الدول 28. أي دولة تعارض صدور بيان وموقف يمكنها تعطيل صدور هذا البيان والموقف. ووجود هذه الدول الثلاثة التي لها حيثية في الوضع الأوروبي الآن، بالطبع حالة دون صدور بيان الإدانة لقرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. طيب، ما هي دوافع الدول الثلاث لاتخاذ هذا الموقف أستاذ وسيم؟ نعم، أعتقد أن هنالك دافعين أساسيين. بالنسبة للمجر والتشيك، هذه الدول عضو في مجموعة أوروبية صعدت مع قضية تدفق اللاجئين وموجات اللجوء إلى أوروبا، هي مجموعة فيستغراد التي تضم إلى المجر والتشيك أيضا بولندا وسلوفاكيا. هذه الدول تنتهج نهجا محافظا، حكوماتها تميل إلى اليمين إلى المحافظة، وهي عارضت بشدة الخطة الألمانية التي حظيت بموافقة أوروبية لتوزيع اللاجئين، ومنعت تطبيق هذه الخطة لتقاسم أعباء اللاجئين. هذه المجموعة مضت قضية اللاجئين، بمعنى مضى الاستحقاق، ولكن موقف هذه المجموعة بقي متكتلا ويؤثر في قضايا أخرى. إذن بالنسبة للمجر والتشيك، لا يريدون الصدام مع الإدارة الأمريكية، مواقفهم إلى حد ما قريبة من مواقف ترامب بخصوص وجود هذا النهج المحافظ، ويرون أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يساير أمريكا وألا يقف في وجه قراراتها أو يظهر نوع من العدوان. طيب، أنت ذكرت أن أستاذ وسيم، أنت ذكرت أن المجر والتشيك ربما يكون موقفها قريبا من الولايات المتحدة، وهنا محل سؤال، هل هناك احتمال لاتخاذ هذه الدول خطوة مشابهة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة؟ نعم، لا أعتقد أن هذه الدول سوف تتجرأ على الخروج بهذه الفجاجة عن الإجماع الأوروبي. رومانيا لديها موقف مختلف. رومانيا صحيح أنها تدور في هذا الفلك، هي من أوروبا الشرقية، ولكن كما حصل مع رئيس الوزراء، تعرفون هنالك أزمة حصلت بين رئيس الوزراء التي زارت إسرائيل وغازلت هذا المزاج في نقل السفارة، وانتقدها الرئيس الروماني حتى وطلب بعزلها. إذن هذه الدول الثلاث ربما لا تريد إظهار موقف معادي للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تتجرأ على الخروج عن الإجماع الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي استثمر طويلا مديدا ومالا وسياسة في حل الدولتين. وببساطة الموافقة على نقل السفارة إلى القدس هو هدم لأساس حل الدولتين المبني على وجود القدس كعاصمة مشتركة. اتضحت الصورة أستاذ وسيم. أشكرك سيد وسيم إبراهيم الكاتب الصحفي المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي، كنت معي من بروكسل.